مرحبا بكم متابعينا على مواقع التواصل الاجتماعي في أهم الأخبار في دقيقة. الأمم المتحدة تقول أن الظروف غير مهيئة للعودة الطوعية للروهينجا، وأمير الكويت يعلن تقديم ملياري دولار للعراق على شكل قروض واستثمارات. آلية بريطانية جديدة لمكافحة الأفكار المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعي. توفير مواصلات عامة مجانية في ألمانيا حفاظا على نقاء الهواء. الصين تتوقع تلوثا كبيرا للهواء خلال احتفالات العام القمري، والذهب يسجل أعلى سعر في أسبوع مع هبوط الدولار قبل بيانات أمريكية. دبي تنشئ أول شركة تحصل على رخصة للعملات الافتراضية في الشرق الأوسط. دراسة حديثة تكشف أن الخلايا البشرية تبقى نشطة بعد وفاة الإنسان. ودراسة يابانية تقول إن الأكل ببطء يساعد على إنقاص الوزن.